200 كاميو حاصله في مالي ولا في بوركينا في مالي 200 كاميو هذو بالنسبه لاكريف تقريبا بالنسبه للحضره. بالنسبه للوضع الحالي في الديار الماليه كاين واحد لاكريف في البدايه كان واحد يضرب اللي من خلال وقفوا واحد العدد ديال السائقين والشاحنات هذا، وكذلك اتصالات جاتنا من خلال الاخوان اللي ضربوا بالقرطاس في الديار ديال بوركينا فاسو في افريقيا، واللي وصلنا لهم واحد العدد ديال الميساجات باش انهم يطريطوا باش انهم كذلك يبقاو واقفين صامدين مجموعين ككوفات باش صار ما يتعرضوش لهاد المشاكل، خصوصا يحاولوا يمشيو بالنهار، لان هادشي صراحه هذا كيد ومكر ويعوقوا به المسيره ديال البلاد والتنميه ديال البلاد. وكما قلنا سابقا حنا العكس، حنا المغاربه معروفين بالصبر ديالنا ومعروفين بالشجاعه ديالنا والقوه ديالنا والاجتهاد ديالنا، وهذا الشيء العكس، هذا الشيء تيزيدنا الاصرار والقوه. المقطع الطرقي السي سعد اللي فيه المشكل هو طريق ديال بوركينا، كما قلنا كاين الكريف في مالي وكاين الطريق ديال بوركينا عاوتاني، كاين واحد كما قلنا الدراري تعرضوا للقرطاس ضربوا بالقرطاس، كذلك تعرضوا كاين قطاع الطرق، كاين ما عرفت كاين حاله ارهابيه كترهب السائقين، المهم ما فهمناهاش يعني الاسباب ديالها ويعني شكون المتدخلين فيها مازال لحد الان مازال ما تبينش، ولكن هادشي كيفكرنا كيذكرنا بالاحداث اللي كانت وقعت هذه شي سنتين تقريبا بخصوص الاخوان واكريم واحد عدد الاخوان اللي في نفس الاخوان اللي توفوا اللي كما شاهدتوا من خلال يعني صراحه الاذاعات كذلك انهم بذلوا معنا واحد المجهود، هذا كيذكرنا كاينه طبيعه ولكن بطبيعه الحال كاينه ماديه وكاينه معنويه. الاخوان تعرضوا كما قلنا للسرقه، تعرضوا يعني طلقات ديال القرطاس، كذلك معنويه يعني بغى يشكل واحد الشيء ديال الاحباط على المهنيين، وهذا باش ما يستمروش وباش ما يبقى يمشيو لديك الديار افريقيا. الهجوم تم عن طريق يعني في الظروف ديال هذا الهجوم واش الليل بالنهار؟ بطبيعه الحال كانت الظروف بالليل غالبا، هذا الشيء كيوقع بالليل باش ما يتبينوش الاشخاص المسببين في هذه الحوادث هذو، غالبا كيكونوا ملتامين، كتكون ظروف بالليل، كتكون عدم الرؤيه، كيقدر مثلا ربوصات كيقدر يدير لك شي حاجه في الطريق مثلا باش انك تعرض لشي حادثه اللي غتسبب انها مثلا في يعني في الدخول الشاحنه مثلا الخروج ديال الشاحنه في الطريق، وهذا باش يستغلوهم باش يرهبوهم باش يديو لهم الممتلكات ديالهم. وهذا صراحه كما قلت لك اخي سعيد هذا الشيء ان شاء الله بجد الله سبحانه وتعالى ما غيزيدنا الا قوه واصرار، وحنا كنعرفوا بانه كاينين رجال ديال الدوله، مازال حنا تايقين في صاحب الجلاله وتايقين في رجال ديال الدوله، كاين رجال ديال الدوله كيامنوا بهذه الدوله، كيامنوا بالمجهودات، كيامنوا بواحد العدد ديال الامور، وحنا كنحملوا معاهم باعتبارنا جمعيه باعتبارنا فاعلين جمعويين كنحملوا معاهم ان شاء الله المشعل، باعتبارنا كذلك مدرسه اللي كتوصل واحد العدد ديال الرسائل، باعتبارنا غايورين على هذا القطاع وعلى هذه البلاد، وهذا كما قلنا حنا معاهم في جميع الظروف كيفما كان الحال وكيفما كانت الظروف ان شاء الله باش تبقى البلاد ديالنا معززه مكرمه وزايده للامام وللقدام ان شاء الله. بطبيعه الحال كما قلت لك لا كريف موقفه اللي في مالي موقفه الشاحنات، وكذلك الاخوان اللي حاصلين في بوركينا كذلك راه واقفين، كاينه كما قلنا خسائر ماديه بشريه، كاين بعض الخوف كاين معنويا كذا، التزام يبقاو كوفات ويحاولوا مثلا يتمشاو بالنهار باش يعرفوا اش كيديروا. وحنا كما قلنا سابقا راه حنا من الناس اللي كنا نضمنا ديك الطريق ديال مالي في اتجاه افريقيا باش يبقاو الاخوان دائما في كوفات يبقاو دائما متمسكين، لانه تيكونوا اون بانات الاخوان دابا معرضين، الطريق كما قلت لك طريق واعره بزاف، كيكونوا اون بانات، كتكون مشاكل، كتكون واحد عدد المسائل، كيكونوا اللصوص، كيكونوا قطع الطرق، كاين اكراهات اخرى كما قلنا ممكن يدخل، كاينه بلدان، كاينه دول، كاينه قصص وحكايات صراحه ما نقدروش اننا يعني نصنفوها هي باعتبار الشيء اللي كيوقع بان هي اللي هي الاولويه، ولكن علينا حنا كنطريطوا باش نعرفوا، حنا كاينه واحد العدد ديال الاشكالات، كاين واحد العدد ديال التدخلات ما فهمناهاش الحصول، هذا الشيء كما قلنا ما غاديش يزيدنا غير قوه وصبر وعزيمه باش اننا نتغلبوا على جميع الاكراهات. كما قلنا هذا مكر وخادعه، هذا ارهاب، هذا داخل تحت الظل ديال الارهاب، لانهم تيرهبوا السائقين
يعني يبغاو البضاعه ديال البلاد ديالنا ما توصلش بغاو البلاد ديالنا ما يوصلش للمستوى اللي سميتو، شافوا البلاد ديالنا والحمد لله كما قال صاحبي جلال نصر والله الله يكثر الحسد ديالنا.